لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ويوجد لديه الشجاعة والحكمه التي تجعله دائما في موضع ثقه ومسؤوليه عند المرء، وأن يكون هادئ الطبع وغير نرفوز وعصبي، وأن يكون حنون الطبع وتحب المرأة الرجل المبتسم، وأن يكون محب للأطفال، وأن يكون الرجل أنيق ولديه ثقه عليه بالنفس ولديه القدره على تحمل كل شيء من أعباء الحياة، وأن يكون متفائل جدا ويأخذ الأمور ببساطة، وأن يكون متحامل وقوى البنيان وذو صحة جيدة لكي تتساند المرأة عليه في كل شيء. والكثير من النساء يحلمون بالرجل الإنساني الحالم الرومانسي المتفهم لطبيعه المرأة، فمثل هذا الرجل يثير عواطف المرأة ويحرك مشاعرها. وكثيرات من النساء تحب الرجل العملي وغير ذلك من الصفات التي تحبها كل أمرئه عن الأخري، ألا أنهن جميعا يبحثن عن الرجل الناجح، والتي تتمثل صفاته كما يوضحها خبير الاستشارات التربوية والأسرية مجد ناصر، والتي تتمثل في أن يجمع الرجل في الرومانسيه الرقيقه والواقعيه الحكيمه، وأن يحبها حبا يشعرها بأنها ملكه متوجه على عرش النساء، أن تكون الصفات الرئيسية فالرجل هي الصدق والشجاعة والأخلاص، وهذا ما يجعله رجلا يعتمد عليه، وأن يكون رجل على خلق، وأن يشعر الرجل المرأة بالأمن والأمان وراحه البال، وأن يعاملها بالحسني توتا رأفة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.